على بركة الله نبدأ بقى نخش المعبد من جوه. أول دايرة أنا حطيتها لحضراتكم فيديو صغير كده، دايرة على أيدينا الشمال فيها مقصورة للثالوث المقدس لطيبة، عملها الملك سيتي الثاني. سيتي الثاني احنا عارفين بعد ميرن بتاح وفترة الاضطرابات اللي حصلت في نهاية الأسرة 19 اللي ان شاء الله هنتكلم عليها في التاريخ، كان الملوك ما بيعملوش معابد كبيرة مقابر كبير، يعني سيتي الثاني اللي عمل مسلتين صغيرين قصاد الكرنك وعمل مقصورة استراحة المركب المقدس للثالوث امون وموت وخنص. طيب هي دي على ايدك الشمال وانت داخل. حضرتك وانت داخل دلوقتي بتفكر انا اول مرة ادخل المكان، اول مرة ازوره، محتاج ان انا اعرف فين امون وفين موت وفين خنص. اقف حضرتك عند المقصورة اللي في النص ودي ظهرك للمقصورة، يمينك هتبقى الزوجة وشمالك الابن، على ايدك اليمين الزوجة وعلى ايدك الشمال الابن. العتب الباب مثلا هنلاقي عليه المقصورة فيها موت، اهي قدامنا موت والملك وهو بترحب بيه، يبقى انا داخل كده على مقصورة موت. اللي ورا الملك دي مقصورة امون، العتب من بره الملك بيقدم المعت لامون وموت وخنصه، بيقدم ليه او امون وخنصه يمكن اللي ظاهرين قدام. خش بينا على مقصورة امون. مقصورة امون متقسمة ثلاث اجزاء، الحائط الغربي على ايدك الشمال، حائط الشارع على ايدك اليمين، الحائط الشمالي في المنتصف اللي هو فيه المقاصير الثلاث. البوابة عليها لستة كاملة بألقاب سيتي الثاني والدباجة المعتادة لمحبته الأمون رأى سيد عروش الأرضين وملك الآلهة الملك الإله العظيم، والإفريز من فوق مع الشمس المجنحة والكورنيش المصري، تعبير عن أن حكم الملك وأمون يحمي ما بين الأرض والسماء. المنظر المعتاد على البوابة على الجانب الغربي، هتلاحظ المركب وهي طالعة والمركب وهي راجعة الناحية التانية. المركب سيتي الثاني بخور قدام أسر حات أمون، مركب أمون العظيمة، وخلفه بتيجي الإله أمونت اللي هي المرتبطة به أمون في الكرنك، وبعدين الملك بيقدم الفازات الأربعة للثالوث أمون وموت وخنصه. على الناحية الشرقية بشوف الملك عندي وهو بيتعبد ومعاه إلهة اللي هي الإلهة العظيمة اللي موجودة معاه اللي هي الإله واسط رمز المقاطعة الرابعة اللي بيقول إن هي الموجودة في داخل الإبتسود، الإلهة واسط الإلهة المقاطعة الرابعة أمام مركب أمون كأنها بتحمي المركب. هنا بيقدم المعت لأمون، ورا أمون بالتاج الأحمر دي أمونت مشنيت البعض بيتلخبط فيها، التالت جوش بيخلص بس هو بتاح، عرفنا أنه بتاح منين بس لو عايزين تعرفوا هتلاقوا عند راسه مكتوب نب عن خطوي سيد حياة الأرضين، وده كان أحد ألقاب منفي في الدولة الحديثة. بعد كده الواجهة الشمالية خلاص فيها الثلاث مقاصير اللي في النص أمون اللي على إيدك الشمال هتبقى أو على إيدك الشمال وإنت داخل باصص لها هتبقى أموت، اللي على إيدك اليمين أمون خنصه، وبيتقدم فيها القرابين أو بيوضع فيها إطلاق البخور للثلاث نشات اللي موجودين بالملك بصفته ملك مصر العليا والسفلى بيقدم للمعبود أمون. على مقصورة موت، مقصورة أصغر من مقصورة أمون لكن خلاص المناظر التقليدية، على إيد الشمال المركب والمناظر المعتادة، أولا الملك بيقدم المعت لثالوثتي بقى أمون وموت وخنصه، بعد كده الملك قدام مركب موت. مركب موت هتلاحظوا أن موت دايما أفكركم بحاجة قلتها كذا مرة، موت هي الإلهة الوحيدة اللي تمثل بهيئة آدمية وعلى رأسها التاج المزدوج. في المقصورة بتاعت موت بيحصل حاجة غريبة، دايما بلاقي الملك سيتي التاني فيها معاه ابنه سيتي ميرن بتاع واحد من ولاده، تصور هل ده كان ولي عهده، هل ده كان الولد اللي هو هيبقى بعد حكم ابوه، احتمال والد، حتى الولد واخد لقب ربع اللي هو الامير الوراثي اللي واخد، وحتى واخد خصلة الشعر الجانبية ان الولد كان صغير. ملك ماسك الاناء بتاع حسيه على شكل علامة العنخ. النيش الملك المناظر المعتادة في النيش، الملك بيقدم العطور اللي هي الخدمة اليومية اللي بتتقدم قدام الاله موت في داخل مقصرتها. ندخل بقى على مقصورة خنص. مقصورة خنص بتختلف حاجة بسيطة قوي، ان على الناحية الشرقية هتلاقوا فيه ثلاث نيشات والمناظر بقى على النيشات مع آلهة ومعبودات مختلفة. الثلاث نيشات خلوا حدوتة ان المركب بتاعت خنص تبقى يمين وشمال زي امون، بقت شمال بس او بقت في الناحية الغربية. على البوابة امون وموت لازم يبقوا مبسوطين ان انا من الملك عشان يسمحوا له بالدخول لخنص، فالملك بيقول لهم انا بقدم لك. طب ليه خنص هنا مش موجود؟ هو هنا الملك لما بيقدم المعد بيقول انا ممثل لخنصه بالحقيقة، عشان كده تلاقوه بيقدم لهم باقات الزور، بيشتري، هو رايح يشتري الإله. على الناحية الغربية مركب خنص
بيتقدم لها ملك وراء ابنه، ابنه مش ظاهر يمكن في الصورة، لكن هتلاحظوا الهيروغليف اللي وراء الملك من عند الجزء الأسفل من جسمه مكتوب كلمة ربع الأمير، فده معناه إن ابنه سيتي ميرين بتاعه مركب خنصر بشكل الصقر وعلى راسه هلال القمر، والمركب بيبقى عليها أرباب دايما أو شكل الأرباب الموجودين دول اللي بنسميهم الشميسحر أو الأرباب الأوائل أو الأسلاف اللي هم كانوا في خدمة المعبود. بعد كده الملك بيتعبد وبيقدم المعت للثالوث بتاع طيبة، وهم بيمعهم الباقات الزهور وبيتلقوا بيقدموا له الحياة والملكية والصحة، المنظر التراديشنال المعتاد ان احنا نشوف. لما باجي في الحائط الشمالي اللي هو المواجه بلاقي فوق النيش منظرين، اللي على الشمال ما فيهوش مشكلة، اللي على ايد الشمال الملك بيقدم الأفرع القرابين العادية، بيقدم زي الفاستين النو لخنص. المنظر الشمال اللي على ايدنا اليمين لو حضراتكم شفتوها هتلاحظوا ان هو المنظر كأنه متركب. الملك لو بصيته، الملك هنا ما ينفعش يبقى قاعد، لو بصيته للجيب او النيش الملك، هل الملك قاعد؟ هل المنظر متركب غلط؟ بصوا حضراتكم لايد الملك اليمين، المنظر تقليدي، الملك بيقدم قرابين قدام خنصه، لكن هل في منظر ضايع؟ هل كان في تمثيل لإله تاني هنا والمنظر اتنقل غلط او اتنقل تركيبه غلط؟ ربما ان المنظر ده كان بيمثل منظر للملك مع إله اخر في المقصورة. هنا على الناحية الشرقية بشوف نهاية المناظر، التقديمات المعتادة اللي بتوريني الملك بيقدم النمسة للمعبودة موت النمس، وبيقدم للقرابين المختلفة للإله خنصه. نبدأ دلوقتي ندخل مع بعض على بقية الأجزاء في الفناء. هنلاقي الفناء الكبير ده بالنسبة لي بيمثل واحد من أهم الأفنية الموجود، عشان تتخيلوا حضراتكم أنا بتكلم في 100 متر طول في 80 متر عرض، بتكلم في مساحة 8000 متر مربع، بتمثل بالنسبة لي مساحة غير عادية لفناء، وتعتبر أكبر مساحة أو أكبر مسطح لأثر في الحضارة المصرية. أول أثر بقابله وأنا داخل كده بلاقي تماثيل أبو الهول توت عنخ آمون بالتمثال ده، لكن بلاقي العمود الشهير بتاع تهرقة، طبعا ظهر البيلون بيديني السقالة الطينية اللي كانت بتستخدم في عملية البناء، ودي بتمثل بالنسبة لي إزاي كان قال يا همان ابن لي على الطين صرحا، يعني كانت الفكرة بدون ما ندخل في تفسير الأديان، لكن فكرة السقالة أو فكرة التعامل. الخراطيش والأجزاء الموجودة على الأرض من الألقاب الملكية، لكن لو شفنا الصورة هنلاقي إن في مقصورة فيها 10 أعمدة لتهرقة، مقصورة المذبح المقدس لآمون اللي عملها تهرقة، العمود بتاعه اللي بيرتفع 21 متر وبيمثل جزء من مقصورة كان فيها 10 أعمدة خاصة بالملك. على اليمين ظهر عندي تمثال أبو الهول أهو من عهد توت عنخ آمون اللي كان للمعبود آمون، وهو راكع بيقدم القرابين أمامه، والتماثيل هنا كانت تماثيل تعبدي. الفناء ده كله كان مرتبط بفكرة خروج آمون من الكرنك إلى الأقصر من خلال المقاصير المختلفة والمركب بتاعته، سواء تخرج للخدمة اليومية أو تخرج علشان يروح الملك يروح آسف الإله يزور معبد آمون برضو اللي هو المعبد الجنوبي بتاعه اللي في الأقصر. عشان كده يمكن لو فاكرين لما قلت لحضراتكم أكتر من مرة إن أنا مش هقول معبد الكرنك ومعبد الأقصر، هنقول معابد الكرنك الأقصر، لأن الأقصر هو الإبتريسيت الحرم الجنوبي من الإبتسوت اللي هو الحرم الملكي الكبير اللي هو حرم آمون. أزأل العمود بتاع تهرقة بالتاج البردي بتاعه، وبيمثل نوع من أنواع القمة في فن العمارة، وده بيؤرخ لفكرة مهمة ان حكاية ان ملوك الكوشيين واحتلال مصر، لا ما كانش احتلال لمصر، هم مصر دولة تحتل وتمتص وتضم اي شخص يقترب اليه ايا كان نفوذ او تواجد هذا الشخص. عشان ادخل على البيلون التاني، انا قبل ما ادخل البيلون التاني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله حاجتين هعملهم مع حضراتكم. هنا في جزء من بوابة لتهرقة على ايدينا الشمال، ومناظر لتهرقة، ومن بعد مناظر لتحتمس الثالث، دي بتدخلني على المتحف المفتوح في الضهر، لكن هنا بشوف تمثال رمسيس الثاني وبين رجليه بنتانات اللي بذلوا اخدوا بانيجم في الأسرة 21 وعمل التمثال ده ووضع عليه اسمه وحط مكانه الاسم بتاعه كنوع من الحماية، اذا افترضنا ان رمسيس الثاني ما كانش بياخد الحاجة بتاعت غيره وانه كان بيعمل نوع من الحماية ليها زي ما كنا بنشير للكلام بتاعنا على رمسيس. استنوني بقى الفيديو الجاي، مهم جدا، معبد رمسيس الثالث وبوابة البوبسطيين لننهي بيهم الفناء الكبير، اعظم الافنية في الحضارة او في الاثار المصرية. شكرا جزيلا.